حضراتكم مشاهدينا من مركز المنارة للمؤتمرات، حيث سنشهد بعد قليل افتتاح المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي المشترك مصر والاتحاد الأوروبي. هذا المؤتمر الذي سيتم افتتاحه بتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكذلك أيضا أرسولا فاندرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية، وذلك وسط مشاركة واسعة النطاق من كل مؤسسات الدولة المصرية، وكذلك أيضا كل ممثلي الاتحاد الأوروبي، ممثلي منظمات الأعمال، وكذلك أيضا ممثلي كبريات الشركات الكبيرة، وذلك في الدولة المصرية وكذلك أيضا في دول الاتحاد الأوروبي، بل وفي كل دول العالم شركات القطاع الخاص أيضا هنا ممثلة في هذا المؤتمر الذي يعد بالفعل مؤتمرا شديد الأهمية. هذا الحدث الاقتصادي المهم الذي تشهده مصر والذي يتم وينعقد هنا على أرض مصر في دلالة واضحة على ثقل مصر في المنطقة برمتها، وأنها ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة، وذلك تجلى من خلال اختيار الاتحاد الأوروبي لمصر بشكل خاص من كل دول المنطقة لكي يتم ترفيع العلاقات معها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بانعقاد هذا المؤتمر المهم. بالتأكيد مشاهدين العلاقات المصرية الأوروبية هي علاقات تتسم بزخم واسع النطاق، وذلك منذ سنوات عديدة في الكثير أيضا من المجالات على مختلف المستويات الاقتصادية والتجارية. وربما انعقاد هذا المؤتمر والذي يحمل عنوانا هاما إطلاق العنان للإمكانات المصرية وذلك في عصر سريع التغير، هذا العنوان الذي يحمل دلالات كبيرة تؤكد على ما استطاعت مصر أن تحققه من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي على مدار السنوات الماضية، بالإضافة أيضا إلى الخطى المتسارعة التي تقوم بها مصر حاليا للعمل على استئناف واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأيضا في ظل المشروع الخاص برأس الحكمة واتفاق هذا المشروع المهم، وأيضا قرارات البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف وفقا لآليات السوق والقضاء على السوق السوداء أو على السوق الموازي. كل هذه الإجراءات التي تمت مؤخرا التي استطاعت من خلالها مؤسسات التصنيف الاقتصادية الدولية أن تميز مصر وأن تشيد بأداء مصر الاقتصادي، وذلك وفقا لكل هذه الإجراءات الأخيرة. إذن مشاهدين هذا المؤتمر الذي ينعقد في توقيت بالغ الأهمية للتأكيد على مركز وأهمية مصر والثقة التي يوليها الاتحاد الأوروبي في مصر، وذلك على جميع المستويات مثلما ذكرنا أنها بالفعل هي ركيزة الأمن والاستقرار في المنطقة.